بشرفك مراد عم تحكي عن جد؟ ولك عامل لك حكاني على التليفون قال لي مش الحال، سكرت وجيت لعندك دغري. شو عن جد وعم مزح؟ يا الله يا الله، اذا هذا الكلام صحيح انت متاكد من الحكي؟ لك شو عم بجدب عليك؟ طبعا متاكد. انت بتعرف الحكي اللي عم تحكي شو يعني؟ يعني كل مشاكلي بالحياه انحلت. فهمه يوسف، فهمه الله يخليك. جلال اهدى شوي وخليني افهم. شو بدنا نفهم مراد؟ هلا خالد قال لك شو الطريقه اللي بده يسافر فيها جلال؟ لا، بس قال الاسبوع الجاي بيكون معه جواز سفر. جواز سفر؟ ها، يعني هذا شيء مو قانوني يوسف؟ مشان الله تركنا من القانون هلا. انا فرقاني معي قانون ولا لا؟ انا بدي اطلع من هون باي طريقه وباي وسيله. بس جلال هذا بضرك ما بينفعك. لك اي ضرر يا رجل؟ اكتر من اللي صاير فيه. ما بعرف، بس اللي بعرفه انه خالد ما بيساوي شيء الا اذا استفاد استفاده مباشره منه، وبصراحه بقصتك ماني شايف له باي استفاده، وهذا شيء ما بيطمن. لك هلا يوسف، يعني بغض النظر عن رايك ورايي بخالد، المهم انه جلال يقدر يستفيد منه. ما بتعرف، بجوز يغير له كل مجرى حياته يا اخي. ها، يعني مصلحه ومنفعه. يوسف مشان الله حاجه مواعظ، خلصنا بقى مو وقتها. يا رجل بعد اللي حكيت لكم اياه واللي بتعرفوه عني، جاي عم تحكي بالمصلحه والمنفعه والاخلاق؟ انه اخلاق بوجود هذا القانون، القانون اللي بيمنع عني حق شرعي اني انا اعيش وين ما بدي وكيف ما بدي. هاي الاخلاق اللي عم تحكي عنها، الاخلاق اللي بتخلي الحظ هو يتحكم بشروط حياتك. حاجه يوسف، حاجه، قبل ما تحكي بالمصلحه والمنفعه والمبادئ، روح اطلع على حياتك، روح اطلع على الفشل اللي انت عايش فيه. اسمح لي، انا اذا بدي اتعامل مع الشيطان شخصي لحتى ارجع حق من حقوقي ما عندي مشكله. جلال شو انا اتركه؟ لا اتركه جلال، احكي لي بدك اياه، ما راح ازعل. انا ما اقدر هلا وضعك، واذا كان الفشل اللي عم تحكي عنه هو مزمه بحياتي فانا بفتخر فيه، لاني حصلت عليه بدون ما اتخلى عن اي قيمه من قيم حياتي اللي بامن فيها. انا اسف يوسف على النبره اللي طلعت مني، بس نحن حياتنا قصيره وظالمه. اذا ظهرت بحياتنا شغلات صغيره بتحسسنا بانسانيتنا لازم نتمسك فيها. اوكي ممكن تيجي من اشخاص نحن مختلفين معهم بالمبادئ والاخلاق، صح، بس لازم نتمسك بهي اللحظات. بس بالنهايه نحن ما بنحصر غير على جزء صغير كتير من حقوقنا. اعمل مراجعه لحياتك. انت هلا رب اسره وعندك زوجه، وبكره رح يصير عندك اولاد، اولادنا ما فيهم يعيشوا على المبادئ لحالها، صح؟ خلصنا جلال، يمونا مسيرة بقى. انت روق، بعد اسبوع بكون عندك جواز سفر. انا هلا تاخرت ولازم ارجع على المجله. نازل ولا بقيان انت؟ لا نازل. شرف وليوس، عن جد انا اسف. ولا يهمك، ما في داعي للحكي. يعني زعلان؟ خلص بقى، خلص ما حدا زعلان. سلامك. الله يسلمك. سلام شلو. مع السلامة.